السلام عليكم ورحمة الله. كنا اتكلمنا في أول حلقة من حلقات التحكم الآلي، دي تعتبر تاني حلقة إن شاء الله. اتكلمنا في الحلقة الأولى عن أساسيات التحكم الآلي، عرفنا النظام، عرفنا كنترول سيستم، عرفنا السيستم، عرفنا بعض المصطلحات المتداولة في التحكم الآلي، عرفنا أهمية التحكم الآلي، عرفنا أنواع التحكم الآلي أو أنواع أنظمة التحكم الآلي. النهاردة إن شاء الله تعالى أو في هذه الحلقة هنتكلم على شيء مهم جدا في علم التحكم، وهو لابلاس ترانسفورم أو اللي احنا بنسميه تحويل لابلاس. طبعا تأتي أهمية تحويل لابلاس في أكثر من نقطة. أول حاجة أنها طريقة مهمة جدا من طرق حل المعادلات التفاضلية الخطية أو اللي احنا بنسميها linear differential equation. كذلك ان هو من المفاتيح المهمة جدا أو بيلعب دور مهم جدا في علم التحكم في أشياء كتيرة، يعني منها ان أنا عن طريق لابلاس أقدر أحصل على transfer functions أو الدوال النقل التي تصف الأنظمة. كذلك بقدر استنتج او احلل النظام باستخدام الفريكوانسي ريسبونس عن طريق برضو لابلاس ترانسفورميشن. بعمل ديزاين لكنترول سيستم او بعمل تصميم لكنترول سيستم عن طريق لابلاس. كذلك بدرس او بحلل الاستابيليتي بتاع اي نظام من خلال لابلاس ترانسفورميشن. هنتكلم عن لابلاس ازاي استنتج او احول من التايم دومين الى لابلاس الى الاس دومين عن طريق لابلاس. ازاي استنتج لدوال معينه او كل الدوال، وازاي كذلك احل الديفرنشال ايكويشن او المعادلات التفاضليه عن طريق ايه؟ عن طريق لابلاس. اول حاجه من في لابلاس لابد ان احنا نعرف تعريف لابلاس او ازاي احسب لابلاس ترانسفورميشن لاي ايه؟ لاي داله زمنيه. طبعا لابلاس ترانسفورم لداله اف اوف تي هي داله في الزمن، بتعرف على انه اف اوف اس، حيث اف اوف اس هي داله او اللي احنا بنسميها الايه لابلاس فانكشن، هي بتساوي ال اللي الاف اوف تي، حيث ال ده اللي احنا بنسميه لابلاس ايه، لابلاس اوبريتور او معامل لابلاس او معامل تحويل لابلاس اللي احنا بنسميه لابلاس ترانسفورم اوبريتور. وده بيساوي تكامل ال F of T مضروبة في دالة أسية E أس ناقص S T. هذا هذه المحصلة اللي هو حصل ضرب ال F of T في ال E أس ناقص S T بتكامل بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للزمن من 0 إلى إيه؟ إلى ما لا نهاية، حيث زي ما عرفنا برضو في المعادلة اللي قدامكم ال F of S هي لابلاس ترانسفورم، ال L هو لابلاس ترانسفورم اوبريتور او معامل تحويل لابلاس، ال F of T هي الفانكشن اوف تايم، داله بتكون داله في الزمن اي داله طبعا، وال T اللي هو الايه التايم بتاعنا او الايه او الزمن بتاعنا. طبعا زي ما قلنا ان لابلاس او الترانسفورميشن لابلاس بيحول من التايم دومين، يعني الداله بتاعتي بتكون في التايم داله في الزمن، الى داله في الايه الى داله في الاس دومين او الاس دومين ايه اس دومين فانكشن. والاس طبعا دي كومبلكس فاريبل او متغير مركب اللي هي اس بتساوي اي زائد بي جي. ده كان التعريف العام للابلاس. يبقى عايز عندي داله في الزمن عايز احولها لابلاس، مجرد ان انا اعمل لها تكامل او اعمل تكامل لحاصل ضربها بالداله الاسيه اي اس ناقص اس تي بالنسبة للايه؟ بالنسبة للزمن وحدود التكامل بتاعي من زيرو الى ما لا نهاية. طبعا طالما في لابلاس ترانسفورميشن اذا هيكون بديهي هيكون في ايه؟ لابلاس انفيرس اللي هو التحويل العكسي بتاع لابلاس، بمعنى اني انا بحول من الاس دومين الى التايم ايه؟ الى التايم دومين. يبقى لابلاس ترانسفورم بيحول لي من التايم دومين الى الاس دومين. لابلاس انفيرس هو اللي بيعمل لي ايه؟ هو اللي بيعمل لي تحويل من الاس دومين الى التايم دومين، بمعنى ان اف اوف تي اللي هي الفانكشن في الزمن
تساوي لابلاس ماينس واحد ال ماينس واحد، يعني لابلاس انفيرس لدالة لابلاس اللي هي اف اوف ايه، اف اوف اس. طبعا احنا قلنا ان لابلاس بيحل معادلات تفاضلية ال او ال ماينس اللي هو سواء لابلاس لابلاس ترانسفورم او لابلاس انفيرس، تعتبر اللينير اوبريتور، يعني معاملات خطيه. معاملات خطيه على عمليه التوزيع، ان لو عندي عايز اجيب لابلاس لحاصل جمع دالتين في الزمن، هو نفسه حاصل جمع لابلاس لكل ايه، لكل داله او كل ايه او كل فانكشن. وزي ما احنا شايفين ال في الاي اكس اوف تي زائد لابلاس ترانسفورم للاي اكس اوف تي زائد البي واي اوف تي هي نفسها لابلاس ترانسفورم للاكس زائد لابلاس ترانسفورم من مين للواي، يعني اي اكس اوف اس زائد بي واي اوف اي اوف اس. نفس الكلام اللي احنا عملناه على لابلاس ترانسفورميشن هنعمله كذلك على الايه، على لابلاس انفيرس. بمعنى لو عايز اعمل لابلاس انفيرس لتو فانكشن في الاس دومين، ماشي، يبقى انا عندي دلوقتي حاصل جمعهم لابلاس انفيرس الحاصل جمع التو فانكشن دول اللي هي اي اكس اوف اس زائد بي واي اوف اس، هم نفسهم بيساوي لابلاس انفيرس او مجموع لابلاس انفيرس لكل ايه، لكل داله. بمعنى اي اكس اوف تي زائد بي واي واي اوف تي. ده كان التعريف، وده الخاصيه المهمه جدا اللينياريتي، او ان الاوبريتور بتاع لابلاس او لابلاس انفيرس هو خطي. وعرفنا التعريف بتاع هذه المعاملات. تعال نشوف لابلاس ترانسفورميشن للدوال الايه، الدوال العامه. بمعنى لو عندي داله ثابت مقدار ثابت، يعني اف اوف تي بتساوي ايه، اف اوف تي بتساوي مقدار ثابت هنسميه ايه. بالتعريف هنقول والله ال اوف اي بتساوي التكامل هذا المقدار الثابت اللي هو اف اوف تي اللي هو اي في الداله الاسيه اي اس ناقص تي. لو انا لاحظت التكامل تكامل عادي، يعني في الثانوي بياخدوه في الكليات كذلك، اللي هيحصل الداله زمان طبعا الاي مقدار ثابت ده هيطلع بره علامه التكامل وهيصبح عندي اي اس ناقص اس تي. فطبعا تكامل اي اس ناقص اس تي من زيرو لما لا نهايه هيكون عباره عن ايه، هيكون عباره عن ناقص وهطلع واحد على اس، والداله اي اس ناقص تي هتكون مضروبه في هذا المقدار، وعوض بالزمن بزيرو مره وبما لا نهايه مره. لما يكون ما لا نهايه هعوض طبعا بالما لا نهايه اهوت، طبعا اي اس ناقص ما لا نهايه يعني بصفر، واي اس ناقص تي لما هشيل تي واحط مكانها زيرو بتكون واحد، يبقى اصبح زيرو ناقص ناقص اي على اس. وبالتالي لابلاس ترانسفورم لاي مقدار ثابت يساوي المقدار الثابت على الايه، على الاس. نقطه مهمه جدا في عالم الكنترول او في علم الكنترول، هو لابلاس ترانسفورم لاي مقدار ثابت هو تساوي هذا المقدار الثابت على الايه، على الاس. وبالتالي انا بستفيد من هذه الخاصيه ان انا بعمل لابلاس ترانسفورم للستيب فانكشن. ستيب فانكشن او داله الواحد زي ما بيقولوا، الدم برضو مقدار ثابت، قيمه المقدار الثابت تساوي ايه، تساوي واحد. يعني هنقول اس اوف تي بتساوي زيرو لو كانت التي اقل من زيرو. لو كانت التي اكبر او تساوي زيرو هيبدا الفانكشن بتاعتي تساوي ايه، تساوي واحد. وبالتالي لابلاس ترانسفورم لهذه الداله هي عباره عن ايه، هي عباره عن واحد على اس، حيث الاي في الحاله ديت بتساوي واحد. واحنا عرفنا ان مقدار لابلاس ترانسفورم للمقدار الثابت هي ايه على اس، وبالتالي الاي بتساوي واحد، وبالتالي لابلاس ترانسفورم للستيب فانكشن ما هي الا واحد على ايه، على اس. طبعا الستيب فانكشن من الدوال المعياريه بنسميها دوال بختبر بها اي ايه، اي نظام. فطبعا عشان بختبر بها اي نظام اللي هي داله الوحده ديت، لابد ان اعرف تحويل لابلاس او لابلاس ترانسفورم لهذه الوحده او لهذه الداله، وهي الايه، وهي واحد على الايه، على الاس. تعال نشوف
استخدام لابلاس ترانسفورم في حل المعادلات التفاضلية أو الديفرنشال إيكويشن. طبعا زي ما قلنا في المقدمة أن very important أن أنا أستخدم أو لابلاس ترانسفورم بيكون مهم جدا في حل الإيه؟ في حل المعادلات التفاضلية اللي هي عادة بتكون موصوف بيها معظم الإيه؟ معظم الأنظمة اللي أنا بعمل لها إيه؟ تحكم أو بعمل لها ديزاين للإيه؟ للكنترول سيستم بتاعنا. أول حاجة التفاضل الأول اللي هو دي باي سي. لو عندي دالة اللي هي الإف ماشي، فأنا لما أفاضلها دي إف باي دي تي عايز أعمل لها ترانسفورميشن لابلاس ترانسفورميشن بتساوي كده إس في الإف أوف إس ناقص إف أوف زيرو. إيه الإف أوف زيرو ديت؟ حاجة بيسموها الانيشال كونديشن أو الظروف الابتدائية أو العوامل الابتدائية أو الدالة عندما تكون تي بتساوي إيه؟ بتساوي صفر. ده بيسموه الانيشال إيه؟ الانيشال كونديشن. ده لو إنه الديفرنشال إيكويشن الأول، يعني الفيرست ديفرنشال أو التفاضل الأول دي إف باي دي تي. لكن لو عندي التفاضل مثلا الثالث أو الرابع أو الخامس، ففي برضو قاعدة زي ما قلنا برضو في التفاضل الاول، التفاضل رقم ان للدالة هو نفس الكلام اس اس ان في تحويل الدالة اف اوف اس ناقص اس اس ان ناقص واحد، يعني اقلل بقى الاوردر بتاع الاس ماشي في الاف او زيرو اللي هي الانيشال كونديشن عند التايم بيساوي زيرو، في الاس اس ناقص اتنين في الاف اوف واحد عند زيرو، وهكذا الى ايه؟ الى ان تنتهي هذه السلسله. طبعا في معظم انظمه التحكم بيكون الانيشال كونديشن بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي صفر، وبالتالي المعادله دي هتتغير اهوت اللي هو ده سبيشال كيس، سبيشال كيس او حاله خاصه ان اول انيشال كونديشن ار زيرو، يعني كل العوامل الابتدائيه بتساوي صفر، وبالتالي اف اوف زيرو بتساوي واحد، اف اوف او الديفرنشال الاول الانيشال كونديشن بتاع الديفرنشال الاول بتساوي صفر، الديفرنشال بتاع ان ناقص واحد برضو بتساوي صفر. يبقى اذا لابلاس ترانسفورم للديفرنشال رقم ان للفانكشن هي عباره عن اس اس ان في الاف اوف ايه؟ في الاف اوف اس. بمعنى ان انا لو عندي مثلا اكس تربيع مثلا، يعني كمثال اكس تربيع عايز اعمل لها لابلاس ترانسفورم، يبقى برضو من القاعدة ديت هقول له والله ان لابلاس اقصد التفاضل الثاني بتاع اكس مثلا بالنسبة تفاضل اكس او هيبقى والله برضو اس اس ان في الاف اوف ايه؟ الاف اوف اس اللي هي بالنسبة للي، فلو ان التفاضل الثاني يبقى اس تربيع اف اوف اس زائد مثلا لو عندي انيشال كونديشن اس في الاف اوف ايه؟ في زيرو وهكذا. هو الراجل كاتب برضو في معظم مشاكل التحكم عادة انا بحط الانيشال كونديشن بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو. لو عندي دالة اللي هي احنا بنسميها الدالة الاسية ماشي، وهذه الدالة هي اي اس ناقص بي تي، وعايز اشوف لها لابلاس ترانسفورم طبعا مع شرط ان بي بتكون اكبر من الايه؟ اكبر من الزيرو، لان طبعا لو بي بتساوي زيرو اذا الاس الاي اس زيرو بواحد، رجعنا تاني للستيب فانكشن بتاعتي، وبالتالي لابلاس ترانسفورمر او ترانسفورميشن للواحد هو واحد على ايه؟ على الاس. لكن طبعا شرط مهم جدا ان بي تكون اكبر من الايه؟ من الزيرو. نفس القاعده لو احنا طبقنا القاعده او الديفينيشن بتاع لابلاس هنقول لابلاس لاي اس ناقص بي هو تكامل من زيرو لما لا نهايه اي اس ناقص بي تي في الاي اس ناقص اس تي اللي هي التعريف الاصلي للابلاس في الدي تي او بالنسبه للزمن، وده طبعا اي واي الاساس واحد نجمع الاسين، وبالتالي تكامل من زيرو لما لا نهايه اي اس ناقص بي زائد اس في التي طبعا بالنسبه للايه؟ بالنسبه للزمن. والتكامل بالنسبه للزمن هو عباره عن واحد على بي واحد على بي زائد اس في ناقص اي اس ناقص بي زائد اس في التي
هنحط حدود التكامل من زيرو للنهاية، هتطلع لي في النهاية ان لابلاس ترانسفور للدالة الزمنية الأسية اي اس ناقص بي تي هي عبارة عن 1 زائد اس زائد بي. طبعا انا لما بشوف 1 على اس زائد بي اللي هي لابلاس، 1 على اس زائد 5، 1 على اس زائد 2، 1 على اس زائد 1، وطبعا دي بتكون يعني معروفة ستاندر زي ما بيقولوا، او بتبقى موجودة في جداول، وهذه الجداول موجودة في معظم كتب التحكم. وبالتالي لما احب اجيب لابلاس انفيرس ابقى عارف ان 1 على اس زائد 1 اللابلاس انفيرس بتاعها هي اي اس ناقص تي، او 1 على اس زائد 5 هي عبارة برضو عن اي اس ناقص 5 تي، وهكذا. لو نفرض ان هي 1 على اس ناقص 5 مثلا، هجد برضو ان لابلاس انفيرس بتاعها هو عبارة عن 1 على اي اس 5 تي، وبالتالي الاس اشارة الاس هي عكس اشارة الاشارة بين الاس والمقدار الثابت اللي هي في المقام. طبعا نفس الكلام في لو انا عندي دالة مربعة زي الشكل الموجود عندنا، ماشي، برضو نفس الكلام لو انا طبقت الديفينيشن بتاع لابلاس هجد ان الاف اوف اس هو عبارة عن الامبليتود بتاع الدالة المربعة ديت اللي هي الاتش البلس اللي موجود عندي ديت، اتش على اس في 1 ناقص اي تي دبليو على الايه على الاس، حيث التي دبليو هي الايه هي الويدز بتاع الايه بتاع البلس بتاعتي اللي موجودة عندنا في الايه في الشكل الموجود. يبقى لو عندي دالة مربعة بشوف الامبليتود بتاعها اقسمه على اس، وبعدين اضربه في 1 ناقص اي اس ناقص العرض بتاع البلس في الايه في الاس، وهو ده اللي بيطلع لي لابلاس انفيرس بتاع الايه بتاع الاشارة المربعة. طبعا الاشارة المربعة ممكن تكون اشارة دخل للكنترول سيجنال، لابد ان انا اكون عارف ايه عارف لابلاس ترانسفورم بتاعها، بحيث بيسهل عليا في الايه في التحليلات وهكذا. ده الجدول اللي احنا اتفقنا عليه ان التحويلات بتاع لابلاس اللي هي التحويلات المهمة في عالم التحكم، بجد ان هم لخصوها في جدولين ثلاثة، بحيث انا محتاج بروح مباشرة لهذا الجدول واطلع. طبعا من السهل ان انا ايه ان انا اعمل لها استنتاج رياضي، لكن طبعا في بعض الاحيان بياخد وقت، ومن ثم الجدول بيوفر عليه ايه. فبجد على الشمال التايم دومين اللي هي الدوال في الزمن، وعلى اليمين بجد اللي هو الاس دومين او الدوال في الاس دومين. بجد في البداية خالص ما يسمى باليونت امبالس، ماشي، لابلاس ترانسفورم تعب بالسواح. الاس اوف تي اللي هي اليونت ستيب اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية اللي هي 1 على اس. طبعا لو انا شفت 1 على اس يبقى لابلاس انفيرس بتاعها هو الايه هو اليونت ستيب. كذلك الرامب فانكشن، ماشي، او التي فانكشن، او اف اوف تي بتساوي تي. بجد مباشرة ان الاس بتاع او اللابلاس ترانسفورميشن للتي بجدها ان هي 1 على اس تربيع. طبعا عمم هذا الموضوع، ولو عندي فانكشن عبارة عن تي اس ان ناقص 1 هجد لابلاس ترانسفورميشن هي ان ناقص 1 مضروب ان ناقص 1، يعني نفرض ان انا عندي ان بتساوي 3 او خلاها 4، يبقى تي اس 3. تي اس 3 لابلاس بالقاعدة اللي قدامي دي هجد ان هي مضروب 3 على اس اس 4، مضروب 3 على اس 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 4. يبقى لو مضروب 3 على اس اس 3، معلش، لا، لو ان التي بتساوي 4 يبقى تي اس 3 لابلاس ترانسفورميشن بتاعها مضروب 3 على اس اس ايه اس 4، مضروب 3 اللي هو 3 في 2 في 1، يعني هي عبارة عن 6 على اس اس ايه اس 4، وهكذا. بغض النظر عن قيمة ان، بجد ان هذا القانون بيوفر علي حاجات كتير وهي استنتاجات رياضية كتيرة. ايه اس ناقص بي اللي هي لو ان الدالة
الزمنية بتاعت الدالة الأسية اللي احنا لسه قايلين عليها دي، هجد ان هي اي اس ناقص بي تي هي عبارة عن واحد على اس زائد بي. وطبعا بديهي لو الدالة الأسية ما فيهاش ناقص فوق، يعني اي اس بي تي وانا مغمض كده هقول والله واحد على اس ناقص ايه؟ ناقص بي. وبالتالي وفر علي ايه؟ وفر علي استنتاجات رياضية ايه؟ رياضية كتيرة. لو عندي دالة واحد على تاو في اي اس ناقص تي على تاو، دي دالة في التايم دومين، التحويل بتاعها او اللابلاس ترانسفورم بتاعها هو واحد على تي اس زائد ايه؟ زائد واحد. طبعا يمكن ايه؟ يمكن استنتاج هذه الايه؟ هذه او هذا الايه؟ هذا التحويل من الايه؟ من السهولة. لو عندي تي اس ان ناقص واحد في اي اس ناقص بي ان على مضروب ان ناقص واحد، طبعا حيث ان اكبر من الزيرو، ماشي، هجد ان لابلاس ترانسفورم هو واحد على اس زائد بي اس ان. طبعا هذه دي اشكال عامه، اشكال يعني المفترض اكون عارفها بحيث يوفر علي وقت، سواء من لابلاس من تايم دومين للاس دومين، او لما محول بالعكس اللي هو لابلاس انفيرس. لو عندي واحد على اس زائد خمسة اس اتنين مثلا او اس خمسة، على طول مباشرة ببقى عارف الصيغة التايم دومين اللي هي تي اس ان ناقص واحد في الاي اس ناقص بي تي على مضروب ان ناقص واحد، وهكذا طبعا في بقية الايه؟ في بقية، تعالى كده نشوف رقم تسعة مثلا. هجد برضو واحد على بي ناقص واحد ناقص بي واحد على بي واحد ناقص بي اتنين في اي اس ناقص بي اتنين تي ناقص اي اس ناقص بي واحد تي. هجد لابلاس ترانسفورميشن بتاعها هو واحد على اس زائد بي واحد في اس زائد بي اتنين. برضو نفس الحكاية، لو انا مش عايز اقول احفظها لكن على اكون عارفها اكون متذكرها، برضو لازلنا بنقول ان هذه العلاقات يمكن استنتاجها بسهولة رياضيا، لكن هي مشكلتها في ان هي بتاخد وقت، خاصة لو ان المعاملات كترت فبتاخد مني وقت، لكن في النهاية بيطلع التحويل زي ما هو موجود في الجداول المرجعية اللي هتلاقيها في اي كتاب او اي مرجع من مراجع الايه؟ من مراجع التحكم. انا اخد ده الجدول الثاني عندي هنا هوت. مثلا لو انا عندي والله ساين اوميجا تي، ساين اوميجا تي اللي هي الدالة الجيبية لأوميجا تي، هي عبارة عن اوميجا على اس تربيع زائد اوميجا تربيع. وبالتالي لو شفت الشكل ده اوميجا على اس تربيع زائد اوميجا تربيع وانا مغمض كذلك، اعرف ان ده تحويله العكسي هو ساين اوميجا ايه؟ ساين اوميجا تربيع. يعني انا لو لقيت خمسة مثلا في اس تربيع زائد 25 مثلا، يعني برضو وانا مغمض كده هقول والله ان ده لابلاس انفيرس بتاعه او هو لابلاس لساين خمسة ايه؟ لساين خمسة تي. ساعات ممكن الاقي تركة بسيطة اقول والله عشرة على اس تربيع زائد اوميجا تربيع، عشرة على اس تربيع زائد 25، خد اتنين من البسط مشترك يبقى اتنين في خمسة على اس تربيع زائد 25، اصبحت الدالة بتاعتي هي عبارة عن اتنين ساين خمسة تي، اتنين ساين خمسة تي وهكذا. كوزاين اوميجا تي برضو نفس الحكاية، هي اس على اس تربيع زائد اوميجا تي. اذا الفرق بين الساين والكوزاين ان الساين ما فيش اس في البسط، بينما الكوزاين في اس في البسط، لكن المقام زي ما انتم شايفين واحد، اس تربيع زائد ايه؟ زائد اوميجا تربيع. ساين اوميجا زائد فاي هو عبارة عن اوميجا كوساين فاي زائد اس ساين فاي على اس تربيع زائد ايه؟ زائد اوميجا تربيع. لو عندي دالة اسية مضروبة في دالة جيبية اللي هي اي اس ناقص بي تي ساين اوميجا تي، برضو بحيث ان بي رقم حقيقي والدبليو حقيقي مش تخيلي، هيطلع مثلا اي اس ناقص بي تي ساين اوميجا تي، هجد ان لابلاس ترانسفورميشن بتاعها هو اوميجا على اس تربيع
على اس زائد بي كل تربيع زائد ايه زائد اوميجا تربيع. لو نفس الكلام بالنسبه للكوزين تقريبا شبيهه لمين؟ شبيهه للفرق بين الساين اوميجا تي والكوزين اوميجا وكوزين اوميجا تي. هل المقام كما هو اس زائد بي كل تربيع زائد اوميجا تربيع، لكن البسط مختلف. فبجد في اي اس ناقص بي تي ساين اوميجا تي هو اوميجا، بينما في اي اس ناقص بي تي كوزين اوميجا تي هو اس زائد بي، وهكذا. طبعا كل زي ما قلت برضو وأقولها تكرارا، ان هذه العلاقات هي علاقات مستنتجة، لكن في النهاية هي الجداول دي بتساعدني في انجاز المهمة، لان مش دي المهمة المطلوبة في التحكم، لكن دي حاجات مساعدة في عملية الاناليسس وعملية الديزاين للكنترول سيستم. وده الجدول اللي بعد كده، وهتجد مثلا نقطة 24 نقطة 25، وهي عملية التفاضل، سواء التفاضل الاول او التفاضل رقمين. التفاضل الاول زي ما شفناه هو SF of S ناقص الانيشال كونديشن، التفاضل الثاني نفس الحكاية مع اخذ في الاعتبار ESN OSN ناقص واحد والانيشال كونديشن، وهكذا. ده بالنسبة لي طبعا دي علاقات عامة، يعني اقصد general forms فورمات او اشكال. الاشكال دي هتلاقيها في كل الكتب بتاع التحكم، هذه الثلاث جداول هتلاقيها في كل الكتب في كل المراجع، اي مرجع بيتعامل في التحكم هتلاقيه حاطط لنا الثلاث جداول، بحيث بيسهل لنا مهمه التحويل من التايم دومين الى الاس دومين، وهكذا. طبعا انا عرفت هذه الجداول. ازاي استخدم لابلاس ترانسفورميشن في حل المعادلات التفاضلية؟ طبعا احنا ليه حاطين لابلاس ترانسفورميشن في حل المعادلات التفاضلية في التحكم؟ لسبب ان معظم انظمة التحكم هي انظمة موصوفة موصوفة بالديفرنشال ايكويشن او بمعادلات بمعادلات تفاضلية. علشان كده لابد ان يكون عندي خلفية او عندي علم، او بعرف ان انا احل ازاي المعادلات التفاضلية عن طريق عن طريق لابلاس. طبعا في طرق كتيرة لحل المعادلات التفاضلية، لكن لابلاس بيكون اسهلهم، ماشي، خاصة لو كانت المعادلات التفاضلية معادلات لينير او معادلات معادلات خطية. تعال نشوف ما هي الخطوات او ما هي الطريقة اللي انا بأستخدم فيها لابلاس ترانسفورميشن لحل المعادلات التفاضلية. أول خطوة إن أنا باخد عند معادلة تفاضلية، فباخد لابلاس ترانسفورميشن للطرفين المعادلة، البوث سايد بتاع المعادلة، ثم بعمل ري أرينجمنت، بأرتب بأرتب المعادلة بتاعتي. طبعا الظريف في الموضوع إن أنا حولت المعادلة التفاضلية من معادلة تفاضلية إلى معادلة جبرية، وبالتالي سهلت التعامل مع مثل هذه المعادلات. طبعا بعمل زي ما قلنا ترتيب للمعادلة اللي نتجت من عملية الترانسفورميشن، بحيث بقدر الإمكان أنا بحط الأوتبوت فاريبل في طرف والإنبوت فاريبل اللي هو الخارج في طرف والدخل في طرف في طرف تاني، وهكذا. ثم بستخدم، خلاص عندي اصبحت عندي كسور دلوقتي، بقدر استخدم اللي البارشل فراكشن اكسبانشن او اللي احنا بنسميه القصور الجزئي. طالما وصلت للقصور الجزئيه، اذا من السهل الحصول على ثوابت القصور الجزئيه، وبالتالي اعمل عملية الانفيرس او لابلاس انفيرس عشان يديني يديني خارج النظام في التايم في التايم دومين. خلاص اربع خطوات في اي معادلات تفاضلية خطية اقدر استخدم لابلاس ترانسفورم عن طريقهم. اول حاجة ان انا بأجيب لابلاس ترانسفورميشن لجانبي او طرفي المعادلة التفاضلية بتاعتي، ثم تاني خطوة بعمل ري ارينجمنت